مرحبا بكم مشاهدينا قناة شوف تي في في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة إنزكان. كما كتشوفوا معنا مجموعة من التجار كيحتجوا أمام مقر المجلس البلدي. هادو بائعين متجولين يعني من بعد ما هدموا لهم المحلات ديالهم وخرجت لهم الاستفادة. يعني هذه 5 سنين قبل وهم كل عام كيحتجوا وكيجيو كيطلبوا المحلات ديالهم توصلت فيهم العظم كما كيقولوا. دان معنا احد من التجار. عاودينا المشكل ديالك، المشكل ديالكم. قرب الميكرو. عاودوا من الجهوي لجهه سوسمه اكادير حسن المتقي. المشكل دابا سبب هذا التجمعات وهذا الاحتجاج رجع الى كون رئيس المجلس البلدي السيد احمد اضراق كما سبق من نجل المجلس الجماعي. التصريحات ديالو كامله امام الملأ، امام التجار، امام الراي العام، كيقول بان اوجدت جميع الوثائق الخاصه بسوق الحريه. حنا معاه فعلا، لقى الوثائق كامله كاينه في سوق الحريه بما فيها البروتوكول، يعتبر واحد الوثيقه. كاع الوثائق ديال نائب الامتياز تم تسويتها في حين الشق الاجتماعي اللي هو البروتوكول اللي داز بدوره فبراير 2016 مازال ما توجدش. اش كيدير؟ يعني اقصاء واحد الفئه الهشه اللي كانت كتعتبر من الشق الاجتماعي، وهذا البروتوكول ما جابوش. هو كان في المجلس السابق، كان في المجلس السابق بين رئيس المجلس السابق ونائب الامتياز واحد البروتوكول اللي يرسلو رسلته السلطات الاقليميه تحت اشراف السيد رئيس الدائره الى السيد رئيس المجلس الجماعي، واللي درجه هو بدوره في دوره المجلس وتمت المصادقه عليه. وكان عندنا مع عده اجتماعات ماراثونيه اللي دامت اكثر من 4 سنوات، في حين التدقيق اللي جاء على لسانه بانه كيدقق في اللوائح، درنا معاه التدقيق تقريبا من 24 يونيو 2016 حتى 17 ابريل 2017، يعني 10 شهور تاع التدقيق. اش بقلنا؟ بقلنا المحلات يعطينا الناس، يعطيهم المحلات ديالهم، يعطينا الناس. الى السيد غلبوا نائب الامتياز، حنا ما كتربطناش علاقه بنائب الامتياز، حنا عندنا بروتوكول اللي صيفطته السلطات الاقليميه، هو بدوره في الدوره، اذا ما يمكنش حنا الناس تسوى الوضعيه ديالهم. حنا اليوم جالسين باش ناخذوا نوامر المحلات ديالنا، لان انتظرنا الكثير الكثير الكثير، هذا الشيء ما بغاه لا 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 الله لعبده. هذا الشيء اللي كاين. الرساله ديالي اليوم كنقلبوا، قلت لك اليوم كنطالبوا من ارقام المحلات القرعه، يعني ما بقاش عندنا باغي لا محاضر ولا اجتماعات ولا والو، بغينا الارقام المحلات يشدوها الناس المستفيدين حسب المعايير المتفق عليها. والسلام عليكم. نعطيك ما كاين والو، تمشي ولا خطر المحل والو ما كاين والو. انا مشرد المحل ديال مشرد، وتشرت انا مشرد، ما عندي والو. المحل اللي كنت عايش فيه دابا سالي ما عندي والو، ما عندي حتى حاجه. ما عندي الكرام اللي كتشوف عايش انا ريبو لي، وانا مشرد 92 وريبو لي المحل 5 سنين. دابا حنا كنتسناو اليوم نعطيك غدا نعطيك، ما كاين والو. المحل ما كاين حتى شي حاجه. النهار شدا وهادي ودا من يبدا نشوف عندو تيدينا شهر، شي 15 ولا 12 شهر. 5 سنين دابا وانا مشرد، ما عندي والو. بالقطار ساطات وبالقوانين وخمسة قوانين وعندنا المبادرات باش نخلصوا القطار، وريبونا المحل ديالي في التراكس. ماشي ما تنطلبوا دابا المحل ديالي، تنطلب ما تنطلب شي حاجه اخرى، تنطلب المحل ديالي اللي كان عندي تعطى ليا وريبوا ليا وخلاني نشرد. يعني المشاهدين الكرام معنا واحد ايضا من التجار. يعني عاود لينا المشكل ديالكم وشحال هذه وانتم كتسناو محلات. اش غادي نقول لك اخويا؟ هنا انا راه جيت نقول لك، انا راه من 92 انا وحنا حنا هنا في هذا السوق. جينا هزونا تحرقنا 92 تحرقنا في سوق ثلاث. قال لك اسيدي انتم الشياطه ديال ثلاث، انا نادو عطونا في هذاك المارشي، عطونا في واحد المارشي تما درنا فيه بريركا، شرنا حتى 2005 ولا 2008. قال لك راه غادي يتبنى واحد المشروع هنا، راه غادي تستافدوا فيه كاع الناس اللي هما المستفيدين، غادي يستافدوا في هذا المشروع.
احنا مشينا دابا حتى 2020 هادي وحنا ما شنا والو، وحنا بالوثائق ديالنا مخلصين الكيطانسات ديالنا، عندنا التوجيه ديالنا، ماشي حنا هاجمين ولا شي حاجه. وحنا دابا كانوا عندنا شي بريركات كنا كناكلوا فيهم طرف ديال الخبز، جا هذا الرئيس ريبهم لينا، بقينا حنا دابا مشردين. احنا دابا راه كاين كل واحد فين عايش، كل واحد راه الله يحسن العوان عن جرش عنده سلسله ديال الدراري، كل واحد يمشي يشوف المحل ديالو ويشوفوا فين عايش. وحنا حنا هاد الناس حنا اش بغينا كنطالبوا من هاد السيدات، السيد داكشي اللي داروا معنا يوفيه معنا، ماشي يضحك علينا. راه حنا شبنا، راه حنا كبر منه ويضحك علينا. هادي خمس سنين هو كيضحك علينا سيراجي غير يقول لنا ما تسالوش، ولا يقول لنا سيروا لمحالاتكم، ولا يقول لنا يدير معنا شي حل. هادشي اللي كنطالبوا، هادشي اللي كنطالبوا من هاد السيدات. حتى الا غادي يعطينا شي حاجه من عنده بلاش منا، حنا راه كنطلبوا هادشي، راه من حقنا ومخلصين عليه واجب، وعندنا التوجيه ديالنا. وعلاش ياك القوانين راه كاينين راه دايرينهم، ايوا عطونا خير بركه. راه 2 من 92 دابا، راه شحال من سنه هادي، شحال من سنه هادي، باقي بغي نعيش انا 60 سنه اخرى ما غاديش نعيشها. هو يدير معنا شي حل، ولا بغى يتسنى حتى يخرج هو يلوح حنا لواحد اخر، ما عرفت. هادشي اللي كنشوفو دابا، كنطلبوا من العماله ومن السلطه ومن جلاله الملك يعطينا ديالنا. الا كان سالي عندنا، الا كان صلى قال لك كنا كنخلصوا دوك الوثائق قانونيا، يعطينا ديالنا قانونيا. الا كنا الا السيد باغي يتفلى علينا يقول لك اودي ما كتسالوش، يخرج. الا كان الراجل يخرج يقول لنا فوجهنا، ماشي ساد علينا حنا من كاين اللي من 6 الصباح، حنا كاين اللي مخلي محاله، كاين اللي مخلي وليداته، ما عندوش شاب باش يعيشوا، جاي مقابله هو اللي كيشد الخلصه ديالو، ماشي حشومه. ها ماشي عيب. ها فينا دولة الحق القانون؟ فينا هي؟ ما كاين ما يتخبى، راه هادي بلاد الحق، راه ودموعنا فيها سلوى عباد الله. واش خمس سنين عباد الله، الوالد ديالي كان تابع حقه، راه مات، وانا دابا ولدو وانا جاي تابع حق، انا غنموت معاهم في هاد البلديه. راه حقنا ما عندناش فينا نتنازلوا عليه. وسعادة الرئيس، الا كان غيوصلك هاد الرساله وهادي وكنتي غادير بها، راه حقنا والله ما غنتنازلوا عليه، لا سوى اليوم في الدنيا سوى قدام الله. حقنا راه في رقبتك، في رقبتك، وحنا رواحنا راه في رقبتك، وحقنا راه غناخذوه. وكما قلتي انت ما نفيديناش من حقنا، وحقنا تتقول كاين عطيه لينا. اليوم جينا عندك بغينا النوامر ديال المحلات، ما بغيناش عاوتاني كثرت المحاضر وكثرت الوراق. راه صاك ديال الوراق اللي عاطينا خمس سنين دابا، وانت كتعطينا غا في الوراق، كل مره كتعطينا محضر كتجلينا به عام ونص. عينا من هادشي يا سعادة الرئيس، بغينا دابا المحلات ديالنا، بغينا النماري ديال المحلات ديالنا، وكواشنا راه غنجيبوهم وغنعسوا هاد البلديه. ولا اله الا الله، وراه الدين الله، وحقنا راه كاين. السلام عليكم. لا كنطالب المحل ديالي اللي يريب ولا سوق مسيرينا. شحال تقريبا باش تريب؟ خمس سنين. شحال دابا باش تريب؟ خمس سنين باش تريب، باش تريبوا لنا المحل. قال لي غادي نعطيوكم عندنا الكيطانسات ديالنا، وخلص الكيطانس عاد ريبوا وجابوا التراكس وصوروا لي مع المحل ديالي، وريبوا لي المحل ديالي وخلاني نشرف مختار الشيشي. واليوم نعطيك خمس سنين دابا تنطلعوا تنمشوا عند الرئيس، اليوم نعطيك غدا نعطيك، ما كاين والو. المحلات كاينين وشي حاجه ما شفناهاش، وحنا مشردين في الشارع خمس سنين، وحنا تنمشيو ونجيو البلديه، دائما داخل البلديه خارج البلديه. اليوم نعطيك غدا نعطيك، ما كاين والو. انا مشرف مختار الشيشي، ما عندي والو. داكشي فاش كنت عايش راه مشرد، ما عندي تقول. داكشي فاش كنت عايش راه ريبوه لي. دابا تنقلوط شارع متوسطي، ما تنبيع ما تنشري، ما عندي والو. دابا بالنسبه لعندنا استفدت في 92 استفدت 92 باش تردموا لي المحل ديالو 1992، وكيفرج دابا في الزنقه في الزنقه شارع متوسطي شارع عليا. كاين هذه الحاله هذه 1992 مازال ما استفد، كيتسنى السيد 1992 استفدوا السيد 1992 كلهم بالله عليك الناس ديال استفدوا، وكيتفلى على هاد الناس. واش هاد الناس دابا مازال ديال الانتظار؟ واش انت بينا 61 حنا كنقولوا ليه طبق معنا داكشي اللي تم الاتفاق عليه، داكشي اللي تم الاتفاق عليه. شتي العمله؟ شتي العمله؟
عندنا في شبر، شبر داك الاخر ما عمرنا شتاتنا في هادي الزقال، وتقريبا اكثر من 50 سنه وانا في هادي الزقال هذا. ملي عطاونا داك الشبر وبغى يحيدوا لينا ماشي حشومه عليهم، ماشي حشومه على هذا الرئيس هذا، يقلبنا يمشي لمحالاتنا يشوفوا فين عايشين حنا، ماشي حشومه. راه كنطلبوا منه الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم السلطه المحليه، تشوف لنا شي حل مع هذا السيد هذا. هذا الشيء اللي كنطالبوا، راه ما طلبنا منه شي حاجه، راه كنطلبوا منه غير حقنا. كاين اللي تابع هذا المحل ديالو مات، وكل الوالد اولاده تابعين رزقهم، وهذا الحق ديالنا راه كاين وما غاتنازلوش عليه، خاصو يعرف هذا الشيء. وحنا اليوم هنا غنبقاو. السلام عليكم. 75 ودار السوق، حط الله عليا شويه الميكرو. 75 دابا جد المحل، 75 قريب ليه داك شوخنا ماريش في الزنقه.